إذا مشاهدينا الكرام، نرحب مرة أخرى بضيفنا عبر سكايب سيد بشير الأفغاني، الناشط الأفغاني معنا من كابل. تحية لك سيد بشير، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أهلا وسهلا، مساء الخير. تحية لك سيد بشير. هذا أول رمضان للشعب الأفغاني بعد زوال الاحتلال الأمريكي وطرده من البلاد، ما هو شعوركم برمضان هذا العام وشعور الشعب الأفغاني؟ الحمد لله، الشعب الأفغاني يشعر بارتياح كامل حيث يستقبل أول رمضان في جو من الحرية والاستقلال بعد طرد الاحتلال الأمريكي. فإن البلاد كانت محتلة لمدة 20 سنة كاملة، فلا يوجد الآن القصد، يعني لا يوجد قصف المدارس والمساجد ولا توجد الانفجارات، فالناس يقضون أيامهم ويصومون ويؤدون صلاة التراويح في المساجد بدون أن يشعروا بأدنى خوف من الانفجارات ولا من القصفات. فهذا لم تكن موجودة على مدى 20 سنة الماضية، الحمد لله على ذلك. طيب سيد بشير، ما الذي اختلف في رمضان أفغانستان وهو أول رمضان يأتي على الشعب الأفغاني في ظل حكم طالبان بالتحديد؟ أهم شيء يحتاجه الإنسان هو الأمن. ففي الرمضان السابق وما سبقه ما كان هناك أمن، فالمساجد كانت تقصف وكذلك المدارس كانت تقصف حتى في شهر رمضان المبارك، فما كان هناك يوم إلا وكنا نشهد القتال والدمار والجنائز. فالحمد لله تخلصنا من هذه المصائب. وفي هذا رمضان أهم شيء نحن منحه الله سبحانه وتعالى إيانا هو الأمن، الأمن الذي نحن ننعم به اليوم، هذا ما كان موجود على مدى 40 سنة الماضية. لكن هل استطاعت فعلا حكومة طالبان أن تفرض الأمن والأمان والاستقرار في البلاد خلال هذه الشهور البسيطة منذ أغسطس وحتى اليوم، أم أن هناك ما زالت صعوبات وما زالت تحديات أمنية تواجه البلاد؟ الحمد لله الأمن ساد عموم البلاد، فلا توجد مشكلة من الجهة الأمنية، فبإمكان كل فرد من الشعب الأفغاني أن يسافر من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بدون أن يشعر بأدنى خوف. وقبل هذا، يعني قبل هذا النظام، كان شبه مستحيل التنقل بين الولايات والتجول في أرجاء البلاد بهذه الحرية. الحمد لله الآن ساد الأمن في عموم البلاد، لا توجد مشكلة. الحمد لله، ربنا يديم عليكم الأمن والأمان والاستقرار.